الكرة الأرضية كل 100 سنة تبدل سكانها، من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا لكم أن الملائكة يطلبون من الله أن يكونوا هم الخليفة في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أحبائنا في حلقة جديدة من التفسير الذي أكتبه لكم لكتاب الله. هذه الحلقة هي عينة من التفسير الشامل لكتاب الله، والذي إن شاء الله سوف يأتيكم قريبا على قناة خاصة. أولا سوف نفسر الآيتين 30 و 31 من سورة البقرة. سنعطي إيضاحات ربما تأتيكم للمرة الأولى في تفسير كتاب الله، لكن في البداية سنذكر ما قاله تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فافرحوا فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة. ونذكركم أننا مستمرون معكم إن شاء الله في حفظ سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان حلقة اليوم: هذا بيان للناس، يعني تفسير إن شاء الله لكتاب الله. ونكرر نفسر الآن الآيتين 30 و 31 من سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا يعني هذا الكلام؟ إذن نجد كلمة جاعل في الأرض خليفة، لم يقل سأجعل. كلمة جاعل يعني آدم وذريته الأوائل موجودون فعلا على الأرض، لم يكن آدم في الجنة السماوية. جاعل على صيغة فاعل يعني الشيء المقصود موجود. إذن جاعل على وزن فاعل للدلالة على أن الأمر قد أصبح واقعا لا محالة. فالمقصود الذي هو آدم والإنسان موجود فعلا على الأرض، لذلك لم يقل سأجعل في الأرض خليفة. إني جاعلك للناس إماما، لإبراهيم، البقرة 124. الله يخاطب إبراهيم بعد أن كان إبراهيم على قيد الحياة، فقال له إني جاعلك، وضع كلمة جاعل. أيضا الله يقول إلى أم موسى عليه السلام بعد أن قرر الله إلقاءه في اليم، قال لها إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. القصص الآية رقم 7، جاعلوه أي أن موسى عليه السلام ولد فعلا وهو على قيد الحياة. أيضا حاليا يوجد على الأرض حضارة وزينة، فقال تعالى بسورة الكهف: وإنا
لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الكاف رقم 8. إذن جاعل أي أن آدم وذريته الأوائل موجودون على الأرض، لذلك جاءت جاعل. كذبوا عليكم كثيرا قالوا آدم كان في الجنة السماوية. أي أحد من البشر لم يدخل حتى الآن الجنة السماوية، أول من سيدخلها بعد الحساب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا آدم كان في جنة سماوية، كان آدم بجنة أرضية، لذلك جاءت جاعل في الأرض خليفة. خليفة ليس خليفة لله تعالى، لأن الخليفة يأتي بعد انتهاء الأساس. يعني حينما غادر صلى الله عليه وسلم الحياة جاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم جميعا. لا يجوز أن يكون الرسول على قيد الحياة وعنده خليفة. إذن جاعل في الأرض خليفة ليس خليفة لله. الله تعالى هو الحي الباقي، خليفة أي يخلف بعضه بعضا. الكرة الأرضية كل 100 سنة تبدل سكانها، تأتي أجيال أخرى. خليفة أي يخلف بعضه بعضا وليس خليفة لله، لذلك يخلف بعضه بعضا وليس خليفة لله تعالى. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، الأنعام 16. خلائف تخلفون بعضكم بعضا. أيضا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. حينما كان الفراعنة على قيد الحياة مثلا نحن كنا أموات، حاليا نحن على قيد الحياة والفراعنة أموات. واضح سورة المرسلات 25-26. إذن هذا معنى خليفة أي يخلف بعضه بعضا. قالوا الملائكة الكرام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن اختار الملائكة الكرام أسوأ صفتين في الإنسان في البشرية، هو الفساد في الأرض في المجتمع، تخريب المجتمع بالمظاهرات بالفوضى إلى آخره. هذه أسوأ صفة في الإنسان وفي البشرية. الصفة السيئة الأخرى ويسفك الدماء، يفجر الآخرين، يدعو إلى قتل الآخر، يقتل الآخر. فاختار الملائكة الكرام أسوأ صفتين وجدوها فعلا في الإنسان، من يفسد فيها ويسفك الدماء. مع أن الإنسان عنده الكثير من الصفات السيئة الأخرى بنص قرآني واضح. قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، سورة العاديات رقم 6. لكن الملائكة لم يختاروا صفة الكنود. أيضا إن الإنسان لظلوم كفار، إبراهيم 34. لم يقول الملائكة أتجعل فيها ظلوما كفارا، لا، من يفسد ويسفك الدماء. فانتبهوا إلى أسوأ صفتين يمكن أن يحملهما الإنسان، الفساد في الأرض، تخريب المجتمع، إثارة الفوضى. هذه أسوأ صفة في الإنسان. ويسفك الدماء، يستحل دماء الآخر بتكفيره بالدعوة إلى قتله. قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، سورة عبسة رقم 17.
إذن الملائكة الكرام لم يختاروا ظلوما جهولا، ظلوما كفارا، فقط من يفسد فيها ويسفك الدماء. فعلينا أن ننتبه إلى هاتين الصفتين السيئتين في الإنسان ونبتعد عنهما بشكل قاطع. هذا هو عينة من التفسير لكم القادم إن شاء الله. لذلك جاءت كلمة يفسد وكلمة يسفك بصيغة الفعل المضارع، لم يقولوا سيفسد فيها لو كان آدم وذريته بالجنة، ما قالوا سيسفك الدماء. يفسد فعل مضارع، فكان الإنسان الأول يفسد في الأرض يعني لا يحافظ على توازن البيئة ويسفك الدماء، وقصة ابني آدم معروفة. قال تعالى ظهر الفساد، لاحظتم من يفسد فيها؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الروم 41، لم يقل بما كسبت أيدي المخلوقات الأخرى. فالغابة التي لم يدخلها أي إنسان على الإطلاق هي متوازنة بيئيا، مع أن فيها مئات النباتات ومئات الأصناف من الحشرات والمخلوقات الأخرى والحيوانات، كل يحافظ على البيئة ما عدا الإنسان. إذن سورة الروم 41 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لذلك الملائكة الكرام كانوا يراقبون تصرفات آدم على الأرض، فجاءت بصيغة الفعل المضارع. الموضوع الهام جدا، يتابع الملائكة قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لازلنا في الآية رقم 30. طبعا قالوا لكم أن الملائكة يطلبون من الله أن يكونوا هم الخليفة في الأرض، يعني نحن أفضل من الإنسان، فلماذا اخترت الإنسان ولم تختارنا؟ الموضوع عكس هذا الكلام تماما. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا كلامنا يا رب ليس اعتراضا، ليس استفهام استنكاري، لأننا دوما نسبح بحمدك ونقدس لك، لكننا نريد أن نعرف. إذن ليس استفهام استنكاري، إذن الواو واو الحال. الملائكة الكرام يقولون وإنا لنحن المسبحون، أي المسبحون دوما حسب سورة الصافات 166. فكلامنا الملائكة لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليس استفهاما استنكاريا واعتراضا، فأنت تعلم أننا نسبح بحمدك ونقدس لك. لا تفهموها أن الملائكة يعني أرادوا لفت انتباه الله تعالى أنه نحن أفضل من الإنسان فاختارنا نحن ولا تختار الإنسان. قالوا نحن مع اختيارك، لكن أنت تعلم أننا لاحظناه يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن دوما نطيع أوامرك ولا نعترض، نسبح بحمدك ونقدس لك. نأتي إلى الآية 31 وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا موضوع هام للغاية. هذا دليل قاطع مليار على مليار أن آدم عليه السلام لم يكن في الجنة السماوية. علم آدم الأسماء كلها، هذا دليل قاطع أن آدم لم يدخل الجنة السماوية، لأن الجنة السماوية ليس فيها كل المخلوقات لكي يعلمه الأسماء كلها، مثل حشرات. هل الجنة فيها قمل وضفادع وجراد وحشرات لكي يعلمه الأسماء كلها؟ هل فيها وحوش؟ هل فيها ذباب؟ هل فيها بعوض؟ هل فيها أفاعي؟ حتى ما فيها لا شمس ولا قمر ولا محيطات ولا جبال ولا فضلات. إذن كان آدم على الأرض
فيها حشرات وفيها نباتات وفيها طيور وفيها، لكي يعلمه الأسماء كلها. فقال له: هذا ذئب، وهذه أفعى، وهذه ذبابة، وهذه بعوضة. في الجنة لا يوجد بعوض، لا يوجد ذباب. إذن هذا دليل واضح على أن آدم كان على الأرض. طبعا قدمت لكم في أحد الفيديوهات 11 موضوع أن آدم لم يكن في الجنة السماوية، وهذا أكبر دليل على أن آدم عليه السلام كان على الأرض. لذلك علم آدم الأسماء كلها بما فيها الحشرات والوحوش والجبال والمحيطات والشواطئ والرمال والرعد والبرق والغيوم والعواصف، هذه كلها ليست في الجنة. لذلك آدم عليه السلام كان على الأرض. لذلك تتابع الآية: ثم عرضهم على الملائكة. لم يقل عرضها، أي لم يعرض الأسماء، عرض المسمى، عرض الأشياء المسمات، يعني عرض الوحوش والحشرات والجبال والكذا على الملائكة. إذن لم يعرض الأسماء، كان جاءت الآية ثم عرضها. ثم عرضهم أي المخلوقات من شمس وقمر وغيوم وبرق ورعد وجراد وضفادع وقمل وأسماك، عرضهم. واضح أن كل هذه الأحداث جرت وآدم على الأرض وليس في السماء، فقد عرض المخلوقات والأشياء عرضهم ولم يعرض الأسماء، فلم يقل عرضها. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. واضح أن العرض تم للمسميات، فقد كان آدم في جنة أرضية. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. فيوجد في الأرض جنات حسب سورة الرعد الآية رقم 4، والله أسكن آدم إحدى الجنات الأرضية. واضح الفكرة؟ علينا أن ننتبه لدقة الكلمة القرآنية. هذا أولا. ثانيا، الله تعالى علم آدم الأسماء وليس لقن آدم الأسماء. يعني حينما قال له هذا ماء، لم يقل له هذا ماء، قالوا لا، هذا الماء للنظافة، للعطش، للشرب، للاغتسال، هذا الماء يصبح سحاب على شكل بخار، يصبح جليد، يصبح جامد، هذا سائل. علم آدم الأسماء، علم وليس لقن. والأسماء فطرية لدى الإنسان، فورا أي شيء يراه الإنسان أول شيء يطلق عليه اسم. حتى المولود عندما يولد مولود على الحياة فورا نبحث له عن اسم. حينما نرى أي اختراع جديد فورا نبحث له عن اسم من أجل التعريف به. إذن أهم قضية في كلام الإنسان بكل اللغات هي وضع الأسماء لكل الأشياء. فبدون وضع أسماء لكل الأشياء لن نفهم الحياة على الإطلاق. يعني فرضا إنسان رأى طائر، هل يقول إلى زملائه رأيت ويصمت؟ يجب أن يسمي ماذا رأى. رأى طائر، رأى إنسان، رأى حشرة، رأى شمس، رأى قمر. فالأسماء فطرية لدى الإنسان وليست مكتسبة. واللغة العربية هامة جدا 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 من بين كل اللغات العالمية، اللغة العربية، فاختارها تعالى لكي تكون لغة القرآن. لو أنه تعالى يعلم أن هنالك لغة من مئات وربما آلاف اللغات واللهجات في العالم أفضل من اللغة العربية لاختارها لغة لكتابه الكريم. فحينما اختار اللغة العربية فهي أفضل اللغات
على الإطلاق فهي لغة المشتقات، هي لغة المشتقات، وهي لسان عربي، وهي كائن حي تعطي إلى كل شغلة عشرات الصفات. يعني شريكة الحياة يسميها امرأة، يسميها زوجة، يسميها صاحبة، يسميها أهل. لا يوجد في أي لغة من لغات العالم هذا التنوع، فاختارها تعالى من بين كل لغات العالم لتكون لغة القرآن. والحرف في اللغة العربية له خصوصية كبرى خاصة في الأسماء. سنعطي أمثلة على السريع. حرف الميم حرف سماوي، كل كلمة لها علاقة بالسماء يوجد فيها حرف ميم، فنقول غيوم، سماء، نجوم، قمر، مجرات، فالميم حرف سماوي. الراء حرف أرضي، أرض، بحر، رمل، قبر، تراب، شجر، حجر، كلها أرضية، بشر. حرف الحاء حرف طاقة، فنقول حرارة، حريق، حمى، حرير، محراب، الطاقة الحيوية في الصلاة. ولا يأتي في اللغة العربية حرف القاف قبل حرف الزاي، الزاي، مثل قزم أو قزوين. لكن بالعكس يأتي حرف الزاي قبل حرف القاف، فقال تعالى شجرة الزقوم، فالزاي في اللغة العربية يأتي قبل القاف وليس القاف قبل الزاي. ولا يأتي حرف الدال قبل حرف الشين، مثل كلمة دوش في اللغات الأخرى. على العكس يأتي الشين قبل الدال، شاهد، شهيد، شهداء. فعلى الإنسان العربي أن يتمسك بلغته العربية بقوة، فهي لغة حضارية إنسانية، ولا يتكلم أي لغة أجنبية إلا في حال الاضطرار، 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 لأن اللغة العربية متوافقة مع النظام داخل دماغ الإنسان. قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فكل إنسان عنده فطرة بدماغه لتعلم لغة القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والقرآن بلسان عربي مبين. فتمسكوا باللغة العربية، اهتموا باللغة العربية. السادة المدرسين في المدارس، علموا طلابكم وطالباتكم حب اللغة العربية. لذلك إنا أنزلناه قرآنا عربيا، سورة يوسف 2، قرآنا عربيا، سورة الزمر 28، فصلت 3، الشورى 7، الزخرف 3، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، بصورة الأحقاف. واللسان العربي ليس لسان ولهجات العرب، مع احترامنا إلى ابن منظور لسان العرب. والفصاحة تكون في اللسان، قال تعالى بصورة القصص 34 على لسان موسى هو أفصح مني لسانا. رحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حينما قال عن اللغة العربية، يعني وسعت كتاب الله لفظا وآية وما ضقت عن آية به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أيها الناس، هذه فكرة من عينة من تفسيري لكتاب الله. إذن
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كان آدم على الأرض، فجاءت صيغة جاعل خليفة أي يخلف بعضه بعضا وليس خليفة لله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هاتين أسوأ صفتين في الإنسان على الإطلاق، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس اعتراضا على قرارك، لكننا أنت تعلم أننا دوما نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، فالأسماء كلها موجودة على الأرض وليست موجودة في الجنة السماوية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كل الشكر لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.